بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. ولاية بوهلا تترشح لنيل لقب مدينة عالمية للحرف. عدد من البرامج والأنشطة ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي في نسخته السادسة في محافظة مسندم. أهلا بكم. لاستيفائها المعايير والاشتراطات الحرفية والثقافية والاجتماعية، رشحت ولاية بوهلا بمحافظة الداخلية لنيل لقب مدينة عالمية للحرف. وسيزور السلطنة فريق من مجلس الحرف العالمي يومي 21 و22 من الشهر الجاري، حيث سيطلع الفريق على مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الحرفية بولاية بوهلا، كما سيشمل البرنامج الميداني الاطلاع على عرض مرئي تفصيلي عن كافة الملامح والجوانب الحرفية للولاية، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع التقييمية كمركز تدريب وإنتاج الفخار والخزف ومصانع الفخار، إلى جانب الاطلاع على مشروع واحة بوهلا الأثرية المدرج ضمن قائمة التراث العالمي باعتبارها أول محمية ثقافية في السلطنة وموقع سلوت الأثري. في محافظة مسندم، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية عددا من البرامج والأنشطة ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي في نسخته السادسة، والذي تضمن تنظيم عدد من المحاضرات واللقاءات لكبار السن والشباب وطلبة المدارس. تنوعت الفعاليات بين التراثية والثقافية والاجتماعية، وذلك في جميع ولايات المحافظة. منذ إطلاقه في عام 2014، ساهم الأسبوع الاجتماعي والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية سنويا في التعريف بدور وأهمية العمل التطوعي وفوائده على الأفراد والمجتمع، باعتباره أحد روافد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها السلطنة. أن يهدف الأسبوع الاجتماعي لتحفيز الشباب وتشجيعهم للانخراط في منظومة العمل التطوعي وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية والثقافية طبعا بشكل خاص، وهناك آلية تفعيل دورهم في توجيههم نحو حل المشكلات الاجتماعية وتوعية الشباب حول بعض القضايا الاجتماعية وكيفية يعني الوقاية منها. الأسبوع الاجتماعي في محافظة مسندم هذا العام تضمن تنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج المتنوعة، والتي استهدفت مختلف شرائح المجتمع من الأطفال والشباب والمسنين وأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود وذوي الإعاقة، وتركزت على ثلاثة محاور، هي محور الإرشاد الزواجي والاجتماعي، ومحور العمل التطوعي، وأخيرا محور الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي المخدرات. هذا الأسبوع طبعا يتخللوا في أنشطة طبعا طول الأسبوع، ومن ضمنها طبعا إقامة المحاضرات والندوات، بحيث انه يكون مثلا تنسيق مع شرطه اعمال السلطانيه باقامه محاضرات عن مكافحه المخدرات، وبالاضافه الى اداره المرور، بحيث يكون شرح للمواطنين عن طبعا المكافحه تكون عن اضرار هذه المخدرات. الاسبوع الاجتماعي ابرز مدى الترابط بين افراد المجتمع العماني واهتمام افراده بالارتقاء بالعمل الانساني والتطوعي والرسمي في ان واحد، وذلك من خلال التفاعل الكبير الذي ابداه جميع افراد المجتمع وبكل شرائحه. يعد الاسبوع الاجتماعي فرصه لتوثيق اواصر الترابط بين افراد المجتمع وتقديم خدمات اجتماعيه ومجتمعيه بين افراده. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي. أخبار الثقافة مستمرة وتتابعون فيها بعد قليل. مصر تفتح الهرم المنحني للملك سينفرو في دهشور للزائرين.
أهلا بكم. انطلق بمحافظة الداخلية الأسبوع الاجتماعي السادس بتنظيم من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية، حيث سيتضمن الأسبوع برامج وأنشطة ومحاضرات توعوية للعمل التطوعي وزيارات وأعمال ميدانية. استكمالا للدور المجتمعي والجهود الفردية التطوعية تجاه القضايا والظواهر الاجتماعية والمشاريع الخيرية، انطلقت أعمال وأنشطة الأسبوع الاجتماعي بمحافظة الداخلية وسط مشاركة واسعة من الفرق الخيرية والجمعيات واللجان، والذي يأتي بتنظيم من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالمحافظة. يأتي هذا الاحتفال لتدشين فعاليات الأسبوع الاجتماعي بمحافظة الداخلية في نسخته السادسة، والذي نهدف من خلاله إلى إثراء المشاركين بمهارات ومعارف اجتماعية متنوعة، وكذلك تعزيز القيم العمانية، إلى جانب نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع. أنشطة وفعاليات وملتقيات سيشهده الأسبوع الاجتماعي بالمحافظة، والتي بدورها توظيف الطاقات والقدرات والإمكانات الفردية والجماعية فيما يخدم احتياجات المجتمع والفرد، والتي بدورها إشغال الطلبة في الأعمال التطوعية والعلمية والعملية في الإجازة الصيفية. طبعا الافتتاح في قاعة برلنت ولاية بلبيد، ومن ثم ننتقل اليوم الثاني إلى المعسكر، معسكر الشباب ومعسكر للنساء، ومن ثم يوم الأربعاء راح يكون عندنا يوم المسن، ويوم الثلاثاء المساء راح يكون عندنا يوم ترفيهي للأسرة. الدين الإسلامي هو دين يعني يحث أتباعه على العمل التطوعي أو العمل خارج نطاق المنفعة والمقابل، لأن هذا العمل الذي هو خارج المنفعة وخارج المقابل إنما هو في حقيقة الأمر إرساء لدعائم المجتمع، دعائم الأسرة، دعائم الوطن. ودعما للأسر المنتجة، سيتضمن الأسبوع الاجتماعي بمحافظة الداخلية معرضا تسويقيا لها، مما يعكس أحد أوجه التكافل والتعاون والترابط والتلاحم بين أفراد المجتمع. يأتي هذا الأسبوع استكمالا للأعمال التطوعية والمجتمعية في كل محافظات السلطنة، كما أنه يسهم في تعزيز العمل التطوعي من خلال الزيارات الميدانية والمحاضرات التوعوية. من ولاية بدبد بمحافظة الداخلية، يوسف بن سعيد الرواحي. بعد خضوعهما لأعمال ترميم وتطوير أجرتها وزارة الآثار المصرية، يستقبل الهرم المنحني وهرم اللكة العقائدي الزائرين بعد أكثر من وقت منذ مر عام 1965، حيث شملت أعمال الترميم تطوير الهرمين من الداخل والخارج. استقبل الهرم المنحني للملك سنفرو بمنطقة أثار دهشور وهرم الكاء العقائدي يوم السبت الزائرين لأول مرة منذ عام 1965، بعد خضوعهما لأعمال ترميم وتطوير أجرتها وزارة الآثار المصرية. الهرم المنحني يعود إلى الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة في مصر القديمة، والتي حكمت قبل 2600 عام قبل الميلاد، ويبلغ ارتفاعه نحو 100 متر، وله زاويتان للميل إحداهما 54 درجة حتى ارتفاع 49 مترا، والثانية 43 درجة حتى ارتفاع 52 مترا. وشهد الهرم العديد من أعمال الحفائر، كان أولها في عام 1839 واستمرت حتى عام 1945. وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن الهرم المنحني يمثل مرحلة انتقالية في عملية تطور بناء الأهرامات بين مرحلة هرم زوسر المدرج وهرم ميدوم والهرم الأحمر الذي بناه الملك سنفرو في دهشور أيضا بعد أن اكتشف ميل الهرم المنحني. وأضاف أن الهرم المنحني وغيره من الأهرامات الموجودة في منطقة دهشور الأثرية مسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو كجزء من جبانة مناف الأثرية. أما هرم الكاء العقائدي فيقع على بعد نحو 55 مترا من منتصف الضلع الجنوبي للهرم المنحني، واكتشفه العالم المصري أحمد فخري في عام 1956، وأغلق منذ اكتشافه إلى أن افتتح يوم السبت أمام الزائرين.
وشملت أعمال ترميم وتطوير الهرمين تركيب سلالم داخلية وخارجية وشبكة إضاءة داخل وخارج الهرمين، إضافة إلى تقوية وتدعيم بعض أحجار الممرات وترميم غرفة الدفن بالهرم المنحني. وعقب افتتاح الهرمين للزيارة، أعلنت وزارة الآثار عن كشف جديد في المنطقة الواقعة على بعد حوالي 300 متر جنوب شرقي هرم أمن نمحات الثاني، حيث عثرت بعثة تنقيب مصرية على جدار أثري متعرج يمتد بطول 60 مترا إلى الناحية الشرقية. كما عثرت البعثة على توابيت حجرية وفخارية وخشبية، يوجد بداخل بعضها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ، بالإضافة إلى عدد من الأقنعة الخشبية بعضها غير مكتمل، ومجموعة من الأدوات التي كانت تستخدم في تقطيع وصقل الحجارة. تعد الدبكة الفلسطينية شكلاً من أشكال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال. يستعرض فنانو الدبكة بحركاتهم المختلفة الهوية الفلسطينية وكيفية الصمود والثبات للحفاظ عليها. مزيد عن ذلك في التفاصيل. يضربون بأرجلهم الأرض فيهتز المسرح لخطواتهم الثابتة، وعلى إيقاع الأنغام الفلسطينية يتمايلون واثق الخطى، يطرقون بقوة وكأنهم يدقون أوتاد الصمود والثبات. إيقاعات لا تراها أو تسمعها إلا في الدبكة الفلسطينية. فرقة كنعان للفنون الفلسطينية تسعى لنشر هذا الفن الفلسطيني الخالص من خلال عدد من الحفلات وورش التعليم لمحبي هذا الفن العربي. في ناس وناس، في بيكونوا عارفين وفاهمين، في بيكون لسه شوية شوية لما يفهموا الموضوع أو تدخل المعلومة إلهم، بس مع الوقت احنا اللي بننشرها، احنا اللي بنحبب الناس في الفن اللي بنعمله. انا واحده من الناس كنت بدور على اني اتعلم دبكه فلسطينيه من سنين طويله جدا، ما كانش ده متواجد، ما كانش موجود بشكل كبير. وتعتبر الدبكه شكلا من اشكال المقاومه والنضال ضد محاولات طمس الهويه الفلسطينيه التي يحاول الاحتلال تزييفها وسرقتها. نوصل الفن لأي حد موجود، يعني في أي وطن في أي مكان، يعني مثلا احنا في مصر هنا نعلمهم، بنورجيهم الفن تبعنا، بنورجيهم الهوية الفلسطينية، بنورجيهم الدبكة الفلسطينية، خليهم يشوفوا انه في فن فلسطيني، في فلسطين، في دولة اسمها فلسطين. يعني جاءت فكرة إطلاق كنعان عام 2007 خلال حصار نابلس، حيث كانت الدبكة فسحة أمل وبسمة للعيش والخروج من حالة الاحتضار التي كانت تعاني منها المدينة. إبراز الهوية الفلسطينية من خلال الفنون، سواء الدبكة الفلسطينية، الرأس أو المطبخ الفلسطيني أو التراث الفلسطيني، ده في حد ذاته إثبات لوجود فلسطين. وتعمل فرقة كنعان على تدريب الأشبال والشبان على الدبكة، مشيدة جسرا يعبر بالهوية الفلسطينية إلى المستقبل. الدبكة تراث فلسطيني من إيقاع الأرض الذي طالما نطق بعروبة الزمان والمكان والإنسان. من القاهرة، سحر صبري، تلفزيون سلطنة عمان. في ختام نشرة أخبار الثقافة، هذه عادة لأبرز العناوين. ولاية بوهلة تترشح لنيل لقب مدينة عالمية للحرف. عدد من البرامج والأنشطة ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي في نسخته السادسة في محافظة مسندم. هكذا مشاهدينا انتهت نشرة أخبار الثقافة، نشكركم على المتابعة، في أمان الله.